ما هي أفضل كلمة يمكن للإنسان أن ينطق بها؟ هذه الكلمة تنجيك من عذاب القبر وتضمن دخول الجنة، إنها الكلمة التي يكشف الله بها الكرب، وإذا قلتها ستحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، سنتأمل اليوم 7 عجائب للا إله إلا الله. والله يا أخي الحبيب، هذه الكلمة تثلج الصدر، هي شفاء حقيقة. وكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، هي الكلمة التي تضمن أنك لا تخلد في نار جهنم حتى لو كان من أصحاب المعاصي والكبائر. انظر معي أخي الحبيب إلى هذا الحديث النبوي العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. تصور معي هذه البشرى من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، أن خير كلمة تقولها هي لا إله إلا الله، وهي أخف كلمة على اللسان ولكنها أثقل كلمة في الميزان. يعني تصور أن حروف لا إله إلا الله هي ذاتها حروف الله. اسم الله سبحانه وتعالى يتألف أساسا من 3 أحرف هجائية: ألف لام لام مكررة هاء، ألف لام هاء. لا إله إلا الله أيضا هي ألف ولام وهاء تتكرر. فانظر كيف اشتق الله سبحانه وتعالى من اسمه العظيم الله عبارة هي خير عبارة وأعظم عبارة، هي عبارة التوحيد لا إله إلا الله. فهذه العبارة أخي الحبيب هي دليل على الإيمان، وهي دليل على تجديد الإيمان، وهي أفضل شيء يمكن أن تقوله. حتى الإنسان عندما يكون على فراش الموت، عندما يقول لا إله إلا الله، إن شاء الله يموت على الإيمان. وليس كل إنسان يستطيع أن يقول لا إله إلا الله أبدا على فراش الموت، قد يربط لسانه، قد يعجز عن قول هذه العبارة، قد يقول عبارات كفرية وهو على فراش الموت والعياذ بالله. فإذا العجيبة الأولى من عجائب لا إله إلا الله أنها أفضل عبارة يمكن أن تنطق بها، وهي أفضل أنواع الذكر. فأكثر من لا إله إلا الله قدر المستطاع، عود نفسك على قول لا إله إلا الله باستمرار. النبي يونس عليه السلام نجا بمعجزة من بطن الحوت وظلمات البحر بفضل لا إله إلا الله. ماذا قال؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فببركة هذا الدعاء الله نجى عبده يونس عليه السلام من بطن الحوت. هل تستطيع أكبر غواصة في العالم أن تنقذ إنسانا من بطن الحوت في ظلمات البحر؟ لا يمكن، ولكن قوة لا إله إلا الله تفعل المعجزات والعجائب. وهذه هي العجيبة الثانية، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء الكرب. ما هو دعاء الكرب؟ إذا اشتد بك الكرب، ونحن في هذه الظروف أيها الأحبة، الكرب، الكروب تعصف بنا، كل واحد منا لديه مشاكل ولديه هموم ولديه مآسي ولديه ضائقة مادية أو مشاكل نفسية. لا أحد يرتاح في هذه الأيام إلا من تمسك بالله وكان مع الله دائما. فلا إله إلا الله تجعلك قريبا من الله سبحانه وتعالى. فعندما يشتد الكرب، النبي علمنا دعاء عليه الصلاة والسلام، قال: دعاء الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. دعاء الكرب إذن هي تنجيك من الكرب. لذلك أخي الحبيب، كلما اشتدت بك الهموم وعصفت بك مشاكل الحياة، إلجأ للا إله إلا الله. العجيبة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو يؤكد أن كل من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه يحرم على النار. لن يوافي عبد يوم القيامة، يعني لن يأتي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله، يبتغي بهذه الكلمة، يبتغي به وجه الله، إلا حرم الله عليه النار. ما رأيك بهذه البشرى؟ أن لا إله إلا الله كأنها حاجز بينك وبين النار. فإذا ما أكثرت من ذكر لا إله إلا الله، فإن الله إذا كتبك من أهل الجنة عنده سيهديك لترك المعاصي.
سيهديك للعمل الصحيح. لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى إلا حرم الله عليه النار. هذه هي العجيبة الثالثة. العجيبة الرابعة أنها نجاة من عذاب القبر. كلنا سنموت، والذين ينكرون عذاب القبر لم يذهب ولا واحد منهم ليخبرنا ماذا رأى. فلذلك أخي الحبيب لا تنتظر المفاجأة، أكثر من ذكر لا إله إلا الله. فالمسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقبر أول منازل الآخرة. فإذا عودت لسانك على لا إله إلا الله قبل النوم، عند الاستيقاظ، في كل مناسبة، صدقني ستشعر بسعادة وتشعر بقرب من الله سبحانه وتعالى. العجيبة الخامسة ضمان دخول الجنة. كل واحد منا يتمنى أن يدخل الجنة، وانظر كم الثمن، بسيط جدا. لا إله إلا الله كلمة سهلة خفيفة على اللسان، يمكن أن تقولها 100 مرة في دقائق معدودة، خفيفة جدا. ولكن على الرغم من ذلك راجع نفسك، كم مرة قلتها اليوم أو البارحة أو هذا الشهر؟ ربما كثير من الناس غفل عن هذه الكلمة وعن الإكثار منها لدرجة أنه ربما ينساها، وهي يعني علامة من علامات تجديد الإيمان. لأن الله خاطب حبيبه عليه الصلاة والسلام بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، الجنة حق يعني شهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. انظر أخي الحبيب إلى هذه، كلها مبشرات من نبينا عليه الصلاة والسلام. عمل بسيط جدا، كلمة بسيطة سهلة جدا خفيفة على اللسان، ولكنها ثقيلة جدا في ميزانك يوم القيامة. قد تكون هذه الكلمة هي سبب في دخولك الجنة إن شاء الله، ولكن يجب أن تقولها مقتنعا معتقدا يقينا أنه لا إله إلا الله. هناك إنسان يقول لا إله إلا الله ثم إذا أصابه أي أذى يفقد الأمل من رحمة الله. كيف تقول لا إله إلا الله؟ يعني لا متصرف في الكون ولا خالق ولا رازق إلا الله، ولا حكيم ولا عليم إلا الله، هو الخالق سبحانه وتعالى، هو المتحكم. طيب كيف تلجأ لغير الله وأنت تقول لا إله إلا الله؟ إذن أنت لم تفهم معنى لا إله إلا الله. من هنا أيها الأحبة، النبي هنا لا يتكلم كلاما عبثا. هناك ملحد يقول لا إله إلا الله، طيب هل هذه الكلمة تنفعه أمام الله يوم القيامة؟ لا، يجب أن يقولها صادقا من قلبه مقتنعا بها. العجيبة السادسة أيها الأحبة، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. ما معنى خالصا من نفسه؟ يعني يا رب أنا يئست من كل المخلوقات وفقدت ثقتي من كل الناس إلا منك أنت، وتوكلت عليك أنت فقط، فلا إله إلا الله، لا أحد، لا إله في الكون يسمعني إلا أنت، ولا إله يرزقني إلا أنت، ولا إله يشفيني إلا أنت. فتقول هذه الكلمة خالصا من نفسك من قلبك. هذه الكلمة تضمن لك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. العجيبة السابعة عدم الخلود في النار. انظر معي إلى هذا الحديث، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير أو إيمان. يعني حتى أصحاب الكبائر الذين ارتكبوا الموبقات ويوم القيامة كانت سيئاتهم أكثر من حسناتهم، وحتى لو عذبوا في النار فإن لا إله إلا الله تخرجهم من نار جهنم. وطبعا نحن هنا
لا نقول إن كل من دخل النار يجب أن يخلد فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء أخي الحبيب، والله عز وجل رحيم بعباده، فلا لا تضيق رحمة الله. الله رحيم، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا، بخيل، بخيل يقتر يعني يخاف من المستقبل، وكان الإنسان قتورا. فرجاء أحبتي في الله لا تضيقوا رحمة الله حتى أمام الملحد، يعني بشروا ولا تنفروا. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكونوا مشركين وكانوا في زمن الجاهلية وكانوا في ضلال مبين وكذا كذا؟ الله هو الذي هداهم. لذلك أنت اليوم يعني لا تنظر إلى إنسان كافر أو ملحد أو عاصي نظرة يعني استخفاف، لا، اسأل الله له الهداية، اجعله يتفاءل برحمة الله. هذا الذي كان يفعله النبي، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يمنح الناس التفاؤل. لذلك هذه الكلمة أخي الحبيب والله إنها كنز يعني أكرمنا الله به، لا إله إلا الله. ينبغي أن نحمد الله أنه خلقنا على هذا الدين الحنيف الإسلام، دين الطهارة، دين المنطق العلمي، دين مليء بالتفاؤل، دين ليس فيه خزعبلات، ليس فيه أساطير، ليس فيه تناقضات. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.